جدا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من الشريط الساحلي عين دياب بمدينه الدار البيضاء. خبر اللي طال الانتظار ديالو من طرف الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء، وحتى بالنسبه للناس اللي كيزوروا مدينه الدار البيضاء، المشاكل اللي كانوا كيلقاو مع اصحاب الجيليات او الحراس ديال السيارات او ديال المواقف ديال السيارات، كتوقف كيوقف عليك يقول 5 دراهم 10 دراهم 20 درهم، حتى وزهر كيقدر يوصل معك حتى 50 درهم، تقدر تحط الطوموبيل ويغسلها وانت ما قلتيلوش غسلها ويقول خلصني. هاد المشاكل كلها ما بقاتش من بعد هذا القرار الجريء، القرار الصائب ديال مجلس عمالة الدار البيضاء، واللي خدا القرار بان المواقف هنا في الطريق الساحلية، نتمنوا انها تعمم لما لا على كل شوارع وأزقة ودروب مدينة الدار البيضاء، بأن التوقيف هنا بالمجان فابور، يعني ما عند مجيلي ما يدير هنا، يعني ديك القضية ديال كتوقف كيوقف عليك خلصني، لا غتا أنا كاري، إذا أنا خويا ما بقيتي كاري ما بقيتي عندك مسؤولية هنا، ما توقف على المواطن، ما عندكش الحق توقف على المواطن، لأن أنتم كتشوفوا المسؤولين حطوا أو طاسوا في الأرض بأن الوقوف بالمجان، باركينغ غراتوي بالفرنسي وبالعربية، ها هو موقف السيارات، ما كنبغيوش نوقفو من ليه لأن كاينين شي وحدين كيجريو، ها هو موقف السيارات بالمجان. على طول الشريط الساحلي عين دياب بمدينة الدار البيضاء، توقف في المكان القانوني فابور، يعني كيف كتشوفوا باركينغ كراجو. نتمنوا بان التجربة تعمم هذا القرار الجريء، القرار اللي صالح المواطن المغربي خصوصا اصحاب السيارات، لان الله يحسن العوان تقهر، انا واحد منهم، راه خصك تخرج معاك 200 درهم صرف يلاه باش ما تخاصمش مع الحراس ديال السيارات، خاصك تخرج 200 درهم في النهار ديالك مع صرف، لان كتعطيه 3 دراهم وكيبقى يخنزر فيك، مع العلم ان المواطن راه كيخلص الضريبه، كيخلص ديال السياره، كيخلص بزاف ديال الحوايج، عنده مخالفات على الاقل، على الاقل كتخلص واحد المخالفه ولا جوج في الشهر كتخلص، يعني هذاك الشيء قانوني كيدار ماشي مشكل، كيمشي للصندوق ديال الدوله، ولكن واحد ما خدام ما والو كيبقى واقف كيخليك كيتسنى كيتحط الطوموبيل تنزل تاخذ باريزيانه ب 24 ريال وكترجع خصك تعطيه هو 2 دراهم ولا 3 دراهم، يعني هذا الشيء غير منطقي. والحمد لله تخذ هذا القرار هنا في الشاطئ الساحلي عين دياب، ونتمنوا انه يتعمم على باقي الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والى مباشر اخر.